السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة يا لا عامر كيتشن. يا رب تكونوا في خير جميعا. النهاردة بإذن الله هنواصل مع بعض بقية الفيديوهات بتاع تفريزات رمضان، ربنا يبلغنا رمضان جميعا. فأنا إن شاء الله النهاردة هكمل معاكم فاكهة، هعمل 3 أصناف من الفاكهة. حبيت ان انا اشارككم معايا الفيديو او تخزيني، يمكن حد يتشجع منكم وبرضه يبدأ يشتري ويخزن في البيت. ربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعا. الفيديو بسيط خالص ما فيهوش اي افتكاسات، حبيت بس اشارككم معايا فيه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. اول حاجة انا جبت 5 كيلو من الفراولة. الفراولة اليومين دول حلوة جدا جدا بصراحة، ومسكرة ومحلية، وفي منها اسعار كتير. انا جبت 5 كيلو، الكيلو منها ب8 جنيه، في منها ب10، وفي منها ب7.5، وفي منها ب6.5. انا مش عارفة الفرق ايه، بس اللي انا لقيتها كانت ب8. طبعا بغسلها على فترات كده لان هي كمية كبيرة، فانا عشان اضمن ان هي اتغسلت كويس وبيبقى فيها حبيبات رملة كده، فلازم تتنقع مدة وتفضلي تدعكي فيها كده على قد ما تقدري بالراحة عشان الرملة دي تتفرك منها وتقع. وبتنشيلي بقى الفراولة من المية، يعني الطريقة تقليدية خالص انتوا اكيد كلكم بتعملوها، ما بعملش اي حاجة زيادة عن الطبيعي. واحدة واحدة كده لحد ما خلصت كل الكمية. بغسلها طبعا اكتر من مرة في الفراولة، يعني كل جزء باخده كده بفضل انقعه 3 4 مرات وانقله من طبق للتاني لحد ما تتغسل كويس، وابدأ كمان اشيل منها الاخضر اللي فيها، ولو فيها كمان جزء ابيض برضو بتخلص منه عشان بيدي لون فاتح في العصير وما بيبقاش مسكر كمان. لكن هي قلبها للأسف بيكون ابيض كده، يعني هي الفراولة بقالها فترة كذا سنة بتنزل الفراولة لونها ابيض من جوه، بس بصراحة طعمها حلو. بقطعها انصص لان حجمها كبير، عشان بس الخلاط لما تيجي تطلعيها وهي متجمدة بتكون كبيرة قوي على الخلاط، فعشان اسهل بس دوران الخلاط معاها بقطعها انصص. لو حجمها صغير طبعا بسيبها عادي. بحط بقى في علبة كده بلاستيك، عندي كيس بلبسه كده بحيث ان انا وانا واقفة على طول اقطع واحط من غير ما ابهدل حواليا اطباق كتير. كفاية اللي انا عملته في الغسيل، يعني استخدمت كذا طبق وكذا مصفى، فبقطع واشيل على طول في الاكياس. الاكياس دي بتاعت التلاجة بجيبها من بتوع الاكياس، ما بقتش اجيب بتاع فتح الله، بيبقى رول كده والكيس كبير جدا، احيانا بكون عايزة احجام اصغر من الكيس الكبير. خلصت الكمية كلها وعملتهم على 5 اكياس وشلتهم في فريزر التلاجة. زي ما انتشفتوا معايا في فريزر الديب فريزر ما كانش فيه مكان خالص بعد ما خزنت الفاكهة الخضار. سوري، هتنقل بال تاني نوع معايا وهو الكيوي. صراحة انا اول مرة اخزن كيوي، بس انا شفت الطريقة دي وعجبتني، قلت فعلا هو حلو قوي، الولاد عندي بيحبوه، مش دايما بيكون متوفر عندي في الصيف، فابتديت ان انا اجيب كمية صغيرة، وكل فترة باذن الله هنزل اجيب هشتري كمية تانية للتخزين. يعني زي ما بجيب طبق ناكله هجيب طبق قصاده اخزنه، بحيث ان انا ما اعملش حاجات كتيره مره واحده ويبقى مجهود عليا كبير ان انا اخزن كميه كبيره مره واحده. فالكيوي كمان بجيبه، جبته للتخزين يعني المره دي ناشف شويه مش المستوي قوي عشان اعرف اقطعه بسهوله، زي ما انتم شايفين كده مش متفعص معايا خالص. غير ان الفريزر هيخليه طري عن الطبيعي، فانا لو جبته مستوي هيتهرى جدا جدا بسبب الفريزر. هستخدمه بقى لو هعمل تورتات احشي بيه مثلا، لو هستخدم هعمل منه سلطة فواكه، هعمل منه مشروب كوكتيل، هينفع يعني مش هيقول لا. البرتقان بقى انا جبت برتقان اللي هو البلدي اللي من غير صورة، ده جبت 3 كيلو، الكيلو منه ب3 جنيه، ولسه هو كمان يعني مطول معنا شوية، بس انا برضو قلت اخد كمية كمية كده، لان البرتقان ده من اكتر الحاجات اللي انا بحب اخزنها جدا جدا، بينفعني قوي قوي في الصيف، عصير فريش كده وبيحسسك بالانتعاش وخفيف، مش من العصاير التقيلة زي عصير الفراولة وكده، عصير خفيف. وبعدين بعمله بالجزر ساعات، اوقات بعمله بالليمون. عملت له طريقتين على القناة، الاتنين احلى من بعض. فانا المرة دي 3 كيلو قلت هخزنهم عشان اعمل منهم العصير البرتقان اللي بالجزر، معصوره في العصارة اللي عندي، بعد كده اضيف عليه عصير الجزر اللي احنا برضو عملناه مع بعض، بيكون تحفة روعة يعني. بإذن الله برضو كل فترة كده أجيب كمية من البرتقان وأشيلها في الفريزر، سواء أعملها بالشكل ده انصص، يا إما حطها مكعبات عشان أعملها بالليمون في الخلاط زي الطريقة اللي عملتها معاكم في الصيف، كانت ممتازة، من أروع العصير اللي أنا بحبها بجد عصير البرتقان. قطعت الكمية بتاعتي كلها كده، وهو طبعا البذر ما شلتهوش ولا حاجة، وهو بيتعصر في العصارة بتاعته بينزل البذر والتفل والحاجات دي بتتصفى،
وبتخلص منها عادي خالص. هشيله برضو في فريزر التلاجة. برضو الفريزر التلاجة ده انا غسلته ونظفته برضو قبل ما اخزن، عشان اولا اوسع مكان، ثانيا عشان يعني الفريزر يبقى نظيف خالص لحد باذن الله ما اخلص تفريزات وتخزينات، وان شاء الله كده بديله غسلة تانية قبل رمضان. دايما بعمل العادة دي عشان في رمضان يعني ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان جميعا، ما بحبش اهلك وقتي وقت الصلاة والتقرب لربنا في ان انا اخلص حاجات في البيت، مش مستحب خالص. رمضان شهر عبادة مش بيجي كتير، هي مرة في السنة، فالحاجات دي نقدر نعملها طول السنة الا رمضان. فخزنت كده الكيوي والفراولة والبرتقال زي ما انتم شايفين. بس هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتتشجعوا تقوموا تخزنوا صنف صنفين تلاتة زي ما انتم حابين. يا رب اكون استفدتوا من الحلقة النهاردة. اتمنى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوها.